أول شيء بدينا في طنجرة، أضفنا الجزر والثوم والبصل مع زيت الزيتون، وبعديها أضفنا العدس والبابريكا والبندورة، الملح والفلفل، وآخر شيء أضفنا طبعا الماء أو مرق الدجاج أو مرق اللحم، وأضفنا الباستا. 40 دقيقة بتكون جاهزة. عند التقديم راح أضيف شوية من البقدونس المفروم، وصحتين وعافية. بدنا كوب ونصف الكوب من العدس طبعا مغسول ومنقوع، 7 أكواب من المرق أو الماء، وعندي كمان 3 أكواب صلصة بندورة، باستا صغيرة بدنا تقريبا كوب، بدنا بقدونس مفروم، جزرتين مفرومات طبعا، وبدنا كمان ثوم طبعا، بصل، وبدنا كمان بابريكا، زيت زيتون، وغار ورق غار، يعني شو موجود حواليكم ممكن نضيف عليه بسهولة وبساطة. تمام، يلا مباشرة رايح أبدأ بإضافة زيت الزيتون داخل الطنجرة، وننزل بالجزر والثوم على طول. إذن جزر وبصل ثوم، وبنبدأ إن شاء الله نخلط فيها. عندي هون العدس، وعندي كمان البابريكا، عندي الباستا أو المعكرونة، وعندي الماء أو مرق الدجاج أو مرق اللحم حسب ما متوفر عندكم، والآن وكمان عندي صلصة بندورة بيتية عاملها، يعني عندي كم حبة بندورة فارمهم ومجهزهم، والآن بدي أضيف العدسات. هاي مش شوربة العدس الأحمر، هاي لا العادي. هاي لا عادية، هاي هذه تعد طبق رئيسي، يعني هاي للناس ممكن الواحد ياخذ منها وياكل وجبه غداء او عشاء، يعني 100%. ايوه بالضبط، نعم 100%. طبعا الان بدنا نضيف الملح، وكمان شويه فلفل اسود. هاي يعني الطبخه كلها مقاديرها حطوها فوق بعضها وغلوها تقريبا 45 دقيقة، وبعدين بتصير جاهزة ومستوية، بس اعتمدوا لعيارات. كوب ونص، 7 3، هاي الكواب، هاي موضوع المي كثير مهم. صح. الآن بنضيف البابريكا الحلوة. ورقة غار، يعني الكل بيعرفها يا عبد الله. طيب لعبد الله فقط لا غير، أضفنا ورقة الغار يا عبد الله داخل الطنجرة. الآن بنضيف مقدار المي ومقدار البندورة ومقدار الباستا. حلو. كله مع بعضه بده يستوي. مع بعضه. نتركوها 40 دقيقة زمان. سكر عليها، طلع جاهزة. وصلى الله وبارك. نسينا شغلة. شو هي؟ قول لي شغلة. البقدونس. أساس. هاي نسيناها، بآخر شيء عند التقديم نخلطها مع البقدونس حتى تعطينا النكهة والطعم الطيب. شوف بس سمع في معكرونة على طول على طول تبع لها عبد الله. صغيرة قال هاي زاكي شكلها. بحب المعكرونة. بيموت على المعكرونة.